سيادنا السلام عليكم. إذا لاحظوا معي الأشغال مباشرة أمامكم مشاهدينا الكرام، لاحظوا معي شحال حفروا ما شاء الله. إذا غتكون هذه الطريقة ذات أهمية وذات بعد استراتيجي. أنا معكم اليوم في سالة الجديدة والقرية الأشغال الحراقية نايضة. مشاهدينا الكرام، عرفوا البنية التحتية سواء كان الضوء أو الكهرباء أو الانترنت أو الفيبروتيك أو الألياف البصرية، واتجاه مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. عندهم ما تيبي هنا شحال بوبلان، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ليبانونية ورموكات في اتجاه الكلية شارع وطا حسين، هذا هو المكان الذي أتواجد فيه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وكنرحبوا بالناس اللي التحقوا بنا مشتركين ومتابعين جدد من داخل المغرب وخارجه، وكنقول لهم حياكم الله. والناس اللي كدار في العصا الرويضة، كدير لنا العصا في الرويضة في المشاريع التنموية، كنقول لهم والخبار في راسكم. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم. هذا المدار الضخم الكبير اللي غادي يكون عنده شأن في عملية تسهيل المرور الطرقي. مشاهدينا الكرام، هذا المدار هذا الضخم الكبير اللي غادي تكون إن شاء الله بداية التوسع الطرقي الكبير هنا في اتجاه هذا الخط رقم 10، هنا في اتجاه القرية اللي فيها المحطة، آخر محطة ديال الترام، محطة السير النهاية قدام مستشفى الأمير مولاي عبد الله الإقليمي. ومن هنا بحول الله أجي تشوفوا معايا بلاصة الترام، مني غيدوز الترام بحول الله بإذن الله غيجي من هنا، ومن تما لهنا غادي يكونوا إن شاء الله واحد جوج ديال المحطات، ومن هنا عاوتاني حتى التكنوبوليس المجموع ديالها إلا ضفنا لها تسعود على جوج غيوليو عندنا 11 محطة بالتمام والكمال. يعني غتكون عندنا 11 محطة من مستشفى مولاي عبد الله، هذا الشطر الثالث، حتى السالة الجديدة تكنوبوليس، وراه عندنا في القناة المسار اللي غادي يدوز منه بحول الله الترام، وغادي يفك العزلة على التلاميذ والطلبة اللي غادي يمشيو بحول الله للكلية ديال العلوم الإنسانية والاقتصادية. هنا كذلك عندنا مشاريع تنموية قادمة لهذه المنطقة. دابا هذا المدار هذا عنده طريق، ها هي جاية ها واحد، وعنده الطريق اللي غادا السالة الجديدة، وعندنا الطريق اللي غادا كلية، عندنا ثلاثة. إذا الرابعة فين هي؟ المدارات غالبا كيكونوا فيهم أربعة. كاين مشاريع طرقية اللي غادي تكون في السنوات المقبلة اللي غتخرجنا من هنا، جايين من هاد الطريق هذه اللي قلنا جايه من مستشفى مولاي عبد الله القريه، وغادي تخرج مباشره للتكنوبوليس بدون ما تنحرف على اليمين وتدوز على السالة الجديده، وبدون ما تنحرف من هنايا وتمشي حتى للجامعه الملكيه لكره القدم مقر جديد او الطريق الوطنيه، وعاد تقلب تخرجنا الطريق مباشره، وطريق كبيره بحول الله قادمه. وكاينه واحد الطريق اخرى من الجامعه من هاد لافاصه هادي، ها هي دابا الكليه هنا، الطريق ديال الكليه ها الجامعه راه هي ليه. كاينه طريق كتذكروا معايا واحد الفيديو كنت صورته لكم قدام الجامعه والحفير وكيشقوا الطريق، واحد المدار داروه، وهذاك المدار كنت قلت لكم واحد الطريق ها هي هنا الجي تي ار ما تخدمهاش، وفعلا ما خدمتهاش، وقلت راه نمشي على رجليا، ومشيت على رجليا كتذكروا معايا، وفاش مشيت على رجليا خرجوا لي شي 60 كلب فهاد البلاصه، عقلتو البلاصه اللي كانوا خرجوا لي واحد 60 كلب، دار الله تاول الخير وديك الطريق يعني زهقت منها. وراه هذيك هي الطريق اللي غادي يخرج منها ان شاء الله من هاد لافاس هادي. اذا المشاهدين الكرام نكملوا دابا الطريق ديالنا على شارع وطا حسين ولاد هلال، وغادي نشوفوا التوسعه ديال الطريق اللي كاينه، ونشوفوا حتى نوريكم ايضا ونتكلموا على المسار ديال الترام بحول الله. اذا حنا جينا للمدار مقهى العزيزه، هو هذا امامكم، هذا هو المدار
مقهى العزيزه هنا. اذا كيف ما اتفقنا على ان خط الترامواي الدراسات حاليا المرحله النهائيه ديالو على وشك الانتهاء، وغادي نخرجوا مباشره للاشغال بعد ما تحطت طلبات عروض الشطر الثالث في اتجاه تكنوبوليس من خلال شارع مولاي رشيد وميموزا. اذا مشاهدينا الكرام الاشغال راهي قدامنا ليه حاليا، توسيعات وتثنيات شارع وطاء حسين. مشاهدينا الكرام يلا سيدنا الى الامام. مرحبا بكم مجددا، الاشغال الحراقيه نايضه مشاهدينا الكرام شارع وطاء حسين سلا الجديده. لكن قبل ذلك وقبل ما نشوفوا الاشغال اجوا معايا نشوفوا واحد الورقه تقنيه على هذا المشروع، فكره عامه على هذا المشروع اللي غادي نشوفوا حاليا اللي كيدخل في اطار استكمال اشغال تسنيه طريقه التهيئه وطاء حسين مقاطعه جماعه سلا. المشروع عندنا ها هو بادي هنا من المدار ديال، لاحظوا معايا هذا المدار ديال مقهى العزيزه ياك، وها هو جاي غادي حتى هذا المكان هذا اللي غادي نمشيو ليه في الراس ديالو بحول الله. تما غادي نشوفوا الاشغال فين غتوقف. اذا هذه نظره شامله على المشروع. صحيح المشروع هو مجلس عماله سلا، والمقاوله اللي كاينه معنا مشاهدينا الكرام يمس مده ديال الاشغال عندهم 4 شهور. اذا هذه نظره شامله على المشروع، هو هذا امامكم. يلا سيدنا ونزيدوا القدام. اذا التراس هي باديه من هنا، هذا الشيء كيدخل في اطار كيف ما قلنا استكمال تهيئه او طريق التهيئه استكمال المشروع، هو هذا امامكم. اذا اشغال على البنيه التحتيه اصل ديال الطريق، والاشغال خدامين عليها تتمت الطريق مشاهدينا الكرام. اذا هاد التراس مو هادي، والمكان اللي واقف فيه انا ايضا البلاصه اللي واقف فيها بالقدرون هذا كله غادي يمشي، وغادي تكون الخدمه على هذا الشكل في هذا الاتجاه. اذا هنا على اليسار البنيه التحتيه هي الاولى هما بادين بها، ديما القوادس ديال الماء ديال الامطار هما الاولين تيخدموهم، ومن بعدها الحفير ديال الطريق هما خدامين حاليا. عندهم سيدي هنا شحال من بوكلان، 1 2 3 4 5 اللي بانوا ليا، ورموكات ما شاء الله، وعندهم واحد جي سي بي هنا هادشي اللي بان ليا. اللهم بارك. اذا حاليا فريق يوميس هذه هي كيفاش كتقرا مشاهدينا الكرام كيفاش كتنطق. يوميس هو فريق المكلف بانجاز هاد التكمله ديال طريق التهيئه. اذا حتى هاد الاعمده الكهربائيه كلها غتتم الازاله ديالها، غادي نحيدوها. اذا مشاهدينا الكرام الاشغال لازالت مستمره على قدم وساق من طرف فريق يوميس، والشكر الموصول لهذا الفريق للتواصل ديالو ما شاء الله. اللهم بارك. الناس المسؤولين لي شوف شونتي او لي باترون، يعني ما شاء الله الناس ديال التواصل الناس ديال التفاهم، شكرا لهم وشكرا على هذه الاشغال والاعمال الجليله مشاهدينا الكرام. اذا هنا لاحظوا معايا كيفاش الاشغال تتم. اذا هذه بالنسبه للمجرى المياه كيف ما قلت لكم هنا ملي كتشوفوا بحال هذا الشكل عرفوا البنية التحتية سواء كان الضوء او الكهرباء او الانترنت او الفيبروتيك او الالياف البصرية هي الفيبروتيك او الماء الصالح للشرب او مياه الامطار. هنا الظاهر انه الماء الصالح للشرب مشاهدينا الكرام. السلام عليكم. الله يعاون، الله يحفظك اخي، بارك الله فيك. اذا هنا فريق الطبوغرافيين ايضا خدامين،
داكشي ديال العبارات ولي ميزير جيومتريك والتقنيه ما شاء الله كلشي مضبوط، والعبارة عندهم باب بالمقاييس اللهم بارك وزيد في ذلك. اذا خدامين على الطريق ديال الاياب كيف ما كتلاحظوا امامكم مشاهدينا الكرام، والحمد لله على هذه الاشغال اللي عرفتها المغرب في الاونه الاخيره، اشغال ثوريه صراحه لم تكن من قبل. كنحيي الساكنه ديال هاد الاقامات صمادي وقيله، واقامات رحاب. اذا لاحظوا معايا شرح فرقنا الاساسات ديال هاد الطريق ان شاء الله، وغادي نواكبوها معكم ونتابعوها معكم بحول الله الى اتمام هاد الطريق اللي غيصبح الشارع فيه حله انيقه. السلام عليكم خوتي، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، وغادي يصبح ان شاء الله الطريق فواحد الحله رائعه وجميله، ويصبح هذا الشارع الطحسين من افضل الشوارع بالمنطقه. إذا نشوفوا معايا شحال ديال لي بوكلان عند هاد المقاولة في حالة تأهب. هنا كاين الأشغال ديال البنية التحتية أيضا، لاحظوا معايا جي سي بي عندها كودي صغيور على حسب داكشي اللي محتاجينه في الحفر، يعني العرض ديال هاد الحفرة يقدر يكون ما 30 سنتيم اللهم بارك. السلام عليكم، الله يعاون. السلام عليكم، الله يعاون اخويا. اذا تمت التنقيه ديال هذا الشيء اللي هنا، كل شيء هذا الركام اللي كان هنا كله تم الازاله ديالو، والطريقه المسار ديالها الشجره هذه حتى هي غادي تتقلع، غندوزو ليها من ليه وغنسولو على هذه الشجره هذه نشوفو المصير ديالها، اي ضروري غادي تتقلع نشوفو وقتاش غادي يقلعوها. هنا معنا فريق جي تي سي ماروك، عندهم هنا واحد الخدمة البرونشمون ديال الماء لانستالاسيون، كالعادة ديما لانستالاسيون كتكون هي الأولى وعاد تندوزو المرحلة ديال البناء. إذا لاحظوا معايا الأشغال مباشرة أمامكم مشاهدينا الكرام، لاحظوا معايا شحال حفروا ما شاء الله. إذا غتكون هذه طريقة ذات أهمية وذات بعد استراتيجي. هذه بعض المنازل اللي تم الهدم ديالها، هذا رجع دور ابنه وتبيع بواجهه رائعه ما شاء الله. الناس كتبني دابا بالبلان وبالمسائل ديالها. الحدود اشغال استكمال الطريق تهيئة حد هنا اللي قلت لكم، اذا عندنا هنا حد هنايا اما ما تبقى فالشارع رائع، خصو غير التعشيب والغازون ويتنقى شويه، ما هو راه ما تبقى كلشي زين الحمد لله اللهم بارك. الله يرزقنا بالامطار، امطار الخير، المياه الله يسقينا بالماء الغيث. مشاهدينا الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الشجره غادي تحيد. فريق رضال حتى هو هنا، هو معنا هنا فريق رضال حتى هو عنده البلان لانستالاسيون، عنده المشروع حتى هو خدام عليه، حتى هو كيبريباري المسائل ديالو
اللهم بارك وزيد في ذلك. كل شيء خدام هنا، كل واحد على حسب التخصص ديالو. عندنا المقاوله يوميس، عندنا الجي تي سي ليه، عندنا فريق ريضال اللي شفتو هو هذا معنا خدام كيدرس المسائل ديالو، والشاحنه ديالو ها هي هنا. اللهم بارك وزيد في ذلك. الى اللقاء يا اصدقاء، وما تنسوناش من لايك جديد اخبار ومشاريع عن المملكه المغربيه وبالضبط حاليا. سلام.